وشك. بدك صراحة يا أنيس، أنا بعرف إنه أنت بلشت تكرهني كتير، ولو كنت معافى وبصحتك أكيد أنت كنت رح تبهدلني. كنت قلت لي سندورة لحد اليوم أنا ما شفت مرة مثلك. إيه بس شو ساوي، في شغلات الواحد بيضطر إنه يعملها بهالحياة، مثل هذا الشيك أنا لازم أحصل عليه وبأسرع وقت، لأنه بتعرف إذا ساهر شافوا للشيك شو رح يصير؟ وقتها أكيد رح يروح لعند عمتي ويسألها ليش عطته هذا الشيك، وبعدين هي حتروح وتسأل فدية، وقتها هي رح تقول كل شي، يعني إنه هي أخذت المصاري مشان ساهر. بس هذا الشيك بين إيدي هلأ. بتعرف يا أنيس، سندورة هيك ما بتقبل إنه تفشل أبداً. فدية رح تترك هالبيت وتروح لبعيد كتير، حتروح ومفكرة إنه عطت هالمصاري لساهر، وبكرة رح ينسحب مبلغ كبير من حساب عمتي. طبعاً اللي رح يسحب المصاري هو أنا، وقت العيلة كلها رح يكرهوا فدية، لأنه رح يفكروا كلهم إنه فدية أخدتهم وهربت، وما حدا أبداً رح يشك فيني أنا. مسكينة فدية، لأنه رح تضل مفكرة كل حياتها إنها عملت لزوجة تضحية كبيرة كتير. أنا هلأ صار فيني نام بسلام.